بدأ الاثنين سريان هدنة هشة في اليمن تنفيذا لجهود وساطة قادتها الأمم المتحدة، وتهدف إلى إنهاء القتال الذي وضع اليمن في وضع خانق يحتاج إلى وقت طويل للخروج منه. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. ما إن بدأت الأطراف المتحاربة في اليمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ليلة الاثنين حتى ساد الهدوء كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن الساحلية الجنوبية، وهو ما لم يتحقق في تعز بفعل قتال اندلأ عند جنوبها الغربي فور بدء سريان الاتفاق. الحكومة اليمنية اتهمت ميليشيا الحوثي باستخدام المدفعية الثقيلة في تعز بعد دقائق من بدء الهدنة، في حين رهن مواطنون يمنيون استمرار الهدنة بنوايا الأطراف المتقاتلة. وقف إطلاق النار حسب نوايا اللي هم متفقين على وقف إطلاق النار، هذا ما هو. إذا كان حبهم للوطن ونيتهم لله ولا يعني رداء للشعب هذا، ما عانين بالوقت الحاضر خلال السنة هذه، فإن شاء الله تحسن نوايتهم وإن شاء الله يكونوا عند حسن ظن الشعب. الحقيقة غير متفائل، وهذه كلها مراوغات سياسية حتى يحصلوا على أهداف غير محققة أصلا لهم. المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قال في بيان له إن لجنة تضم ممثلين عسكريين من جانبي الصراع ستعمل على تحقيق تماسك الهدنة. شروط الهدنة تشمل التزامات تخص دخول المساعدات الإنسانية لجميع أرجاء اليمن في وقت قال فيه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الحرب جعلت نصف اليمن على شفا المجاعة. الهدنة تسبق محادثات سلام بين الحكومة والميليشيات من المقرر أن تبدأ في الكويت بعد أسبوع تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 6,000 شخص وشرد الملايين.